السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شبراوي وأنت بتشوف قناة صفا والواد العطور. طبعا لو أول مرة بتشرفونا في القناة سعدني اللي أنت تنضم إلينا، وكمان تفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهات قيمة جدا عن العطور ومرجعاتنا للعطور. عن عطر من العطور مميزة فعلا من عطور أطياب الشيخ، عطر الريمبر مي اللي هو الأسود. النهاردة هنتكلم على عطر فعلا من العطور اللي اكتسح مساحة كبيرة جدا من قلوب العشاق العطور، هو الأصفر. الأصفر عطر ريمبر مي برضو، بس من مجموعة ريمبر مي الأصفر، لونه أصفر زي ما انت شايف كده، لون الجرورة ولون الشكل بتاعه. الحقيقة طبعا الإقبال بيكون عليه غالبا كلنا بنميل لريحة الزهور وريحة الحمضيات بشكل عام، عشان كده اي حاجة فيها زهور او تركيز العطور العالمية، خلينا نكون متفقين، تركيز العطور العالمية بتركز على الزهور اكتر شيء، الزهور والحمضيات دايما في طبعا في العطر بشكل عام يعني، وخصوصا في حيطة العطر. في عالمنا العربي دايما بنميل للعود والاعواد والزهور، وطبعا تشكيلة مختلفة، عشان كده اطياب الشيخ جمع بين الشرق وبين الغرب. عامل قاعدة عطرية هنا في موجودة في العطر، القاعدة العطرية موجودة فيه المسك الأبيض. طب المسك الأبيض إيه مهمته في العطر؟ الحقيقة إن المسك الأبيض قوام المسك نفسه تقيل، فبالتالي بدي عدم تطاير للعطر بزيت بشكل أكبر العطر، فبالتالي بيكون ثبات العطر بطيء، فبالتالي الثبات بتاعه بيكون مميز بالنسبة لك. يعني التبخر بتاع الزيوت العطرية بالنسبة للزيت العطري بيكون بطيء، عشان كده هو حاطط المسك الأبيض موجود في القاعدة العطرية. كمان موجود في زهرة الأوركيد. زهرة الأوركيد من الزهور فعلا مفضلة، أنا على المستوى الشخصي أنا أحب زهرة الأوركيد، زهرة حيوية بتحس فيها بالنشاط والفعالية. زهرة الأوركيد كمان هو ضايف هنا زهور فرنسية أو زيوت فرنسية، هو كاتب زيوت فرنسية. الزيوت الفرنسية بتشم بين الحمضيات فيها وبين الزهور في تحية العطر، في تحية مناسبة بالنسبة لك. الثبات والأداء بتاع العطر الحقيقة أنا شايفه مناسب، إن العطر من الأداء المناسب جدا بالثبات بتاعه. الحقيقة إن العطر مكتسح على طبعا في الكويت بشكل كبير جدا، ليه صدى كبير جدا في العطر. نسب البحث موجود عليه بشكل كبير جدا موجوده في الكويت. احنا بنتكلم هنا على ترابط افقي وترابط عمودي بين الزيوت العطريه. الحقيقه ترابط افقي وترابط عمودي بيدي ثبات اكتر واقوى للزيوت العطريه. مميز العطر استخدامه، تقدر تستخدمه في الصيف. مكونات العطريه فعلا مناسبة جدا بالنسبة لك، تستخدمه في فصل الصيف، تقدر تستخدمه في فصل الصيف، مناسب جدا بالنسبة لك. أتمنى إن العطر يكون مناسب بالنسبة لك ومناسب بالنسبة لذوقك. كمان لو أنت حابب إن أنت تحصل عليه بسالفة عروضات وأسبوع أسبوعية تقدر تجيلك. شكرا، أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.